منع لاعبين فورتنايت من لعب مود السيفز وورد على أجهزة الماك، وإزالة بعض العناصر من مود الأرينا أو الكومبتيتيف بشكل عام من فورتنايت. وسمكة مايدس، شو موضوع الناس عم تكذب إنه هي نزلت ولا لا؟ قصة تانية اللي هي مشان عيد ميلاد فورتنايت. كل هذا إن شاء الله رح يكون معنا بهذا المقطع. فلايك واشتراك وتفعيل زر الجرس ليوصلك كل جديد، وكود دعم بالأيتم شوب نيمو 9. وشكرا على 16100 صديق عندي بالقناة، بتمنى نوصل 20000 قبل نهاية السنة. ويلا مع بعض، فلا والله بسكان الطابة الأرضية وفيديو جديد. شايفين هيك شلون غيرت لكم الدخلة؟ كل فيديو عم بعمل لكم دخلة جديدة بالفيديو مشان نغير مو أكتر من هيك. خلينا ننتقل بالنسبة للأخبار اللي معنا. بالنسبة اليوم معنا أخبار بالنسبة لفورتنايت رح تكون شوي هيك يعني متنوعة، أربع أخبار بخصوص العيد ميلاد، بخصوص المود سيف ذا وورد، بخصوص بعض الأشياء بالأرينا لو أنت مهتم بالأرينا أو الكومبتيتيف بشكل عام بلعبة فورتنايت. خلينا نحكي أول خبر معنا اللي هو أجهزة الماك. أجهزة الماك تبع شركة أبل رح يصير فيها بعض التغييرات بالنسبة للاعبين السيف ذا وورد. يعني لو أنت بتلعب على لابتوب أبل عندك لعبة فورتنايت ومنزل طور السيف ذا وورد اللي انت طبعا شاري، السيف ذا وورد كلياتنا بنعرفه اللي هو الطور اللي انت بتشتريه بتجمع منه في باكس الباتل رويال وبتعمل اشياء ومهمات وهيك، يعني مثل مود قصة تقريبا فيك تقول. في شغلة جديدة انه شركة ابل وشركة ايبك جيمز الاثنين كل يوم مشاكل مع بعض عم تزيد اكتر واكتر مشاكلهم. طب هلا شو موضوع المشاكل؟ هل رح تنحل ولا لا؟ المشاكل شكلها ما حتنعل، والموضوع مطول كتير، وقصة شركة ايبك جيمز وابل كتير مطول الموضوع. فمشان هيك شركة ابل وشركة ايبك جيمز مدري مين حكى هذا الموضوع، ولكن شركة فورتنايت نزلت خبر على صفحتها على تويتر، يعني الخبر رسمي بشكل نظامي. اي حدا اشترى اللعبة على منصة ماك من 17 سبتمبر 2019 ل 17 سبتمبر 2020 فلوسه كلها حترجع له، او مصاري كلها حترجع له. يعني لو انت كان عندك جهاز ابل او شركة ماك، يعني اي شيء كان من شركة ابل بشكل عام، يعني اي جهاز من هدول الاجهزة وانت شاري المود السيف ذا وورد من 17 سبتمبر 2019 ل 17 سبتمبر 2020 لحترجع لك فلوسك، ولا تخاف من هذا الموضوع. يعني اللعبة كلها عم تنشال اكتر واكتر. اول شيء شالوا الباتل رويال، بعد منا شالوا اللعبة من المنصات تبعات ابل كلياتها، وهلا رح يشيلوا السيف ذا وورد ما تقدر تلعبه. يعني اللعبة فعليا عم تلتغى من شركة ابل خلص. يعني الموضوع اذا كبر اكتر واكتر انسوا اللعبة على شركة ابل ونظام اجهزة الاي او اس. وهي شيء بيصير بالنسبة للحرب الدارة بين ايبك جيمز وابل طبعا كلياته رح يصير جديد، انا بحكي عنه طبعا في فيديو منفصل وبحكي شو الاخبار اللي صارت لحد هلا. هلا خلينا بقى نحكي شو صار تغييرات بالنسبة لمود الارينا او الكومبتيتيف او الشامبيون حسب شو انت بتسميهم عندك فورتنايت، ولكن هو مود الارينا. شو صار في تغييرات لمود الارينا؟ مود الارينا كتير في ناس عم تشتكي من موضوع القلبة تبع البوغي تبع الرأس اللي ظاهرة امامكم. يعني بيكون معك بومب او بيكون معك اي شيء بيعطي 180 او 200، بتكون انت ارينا وعم تلعب ومعرق، بيجي واحد منوب طبعا بيضربك هذا البوغي برأسك بيصفقك واحدة 200 او بيصفقك ضرب 150 بيساوي لك هيلك وشلدك بالارض. فهي هلا انشالت تقريبا من مود الارينا والحمد لله واخيرا، يعني لانه سئيلة جدا هاي القنبلة تكون بمود الارينا. طيب وبالنسبة لهي القنبلة اللي انا نسيت اسمها، كنت هلا حافظها بس مدري انا وعم بحكي الفيديو نسيتها، هاي القنبلة تبع البناء اللي كلياتنا بنعرفها اللي بتبني لك برج وهيك، انا نسيت اسمها هلا مو مهم، خلينا نكمل بالفيديو. هاي كمان انشالت من مود الارينا. وفي شغلة تالتة كمان انه كراش باد. الكراش باد كلياتنا بنعرف شو عم يساووا فيها الناس اللي عم يلعبوا مستر سفش بنجي فيشي بوجا، الناس هي يعني مو طبيعيين، بتكون قاعد ببوكس فجأة بيضربوا لها كراش باد بصير عندك جوا بيعطيك بخشمك 200 والموضوع انتهى. هلا هي بقى قللوا ندرتها او قللوا وجودها للكراش باد، يعني لما تنزل بمود الارينا لو لقيت كراش باد حاول تحافظ عليه قد ما تقدر، لانه موضوع الكراش باد هلا صار قليل بمود الارينا وما تتلاقي كراش باد بشكل طبيعي. هيك يعني شالوا شغلتين من طور الارينا وقللوا شغله او نسبه ظهورها بطور الارينا. هيك نحن بنكون حكينا عن التغييرات اللي صارت اليوم. طب هلا بعد التغييرات اللي هي صارت بقى طلعوا لك شباب الهبد وطلعوا لك شباب الكذب، شو حطوا سمكه مايدس؟ واخيرا لقيت سمكه مايدس، اقسم بالله لقيت سمكه مايدس، ومدري شو بلشوا بقى ينزلوا لك هيك على الصفحات ومدري شو بلشوا يكذبوا. يا شباب سمكه مايدس مو موجوده لحد هلا باللعبه، موجوده بملفات اللعبه وعرفنا شو خصائصها من داخل ملفات اللعبه وشو شغلتها وكل شيء عرفناه، ولكن السمكه لحد هاي اللحظه مو موجوده باللعبه. التغييرات اللي صارت اليوم حكيتها انا بتغييرات الارينا، ولكن هلا شو صار بالنسبه لسمكه مايدس؟ سمكه مايدس موجوده بملفات اللعبه وكل شيء تمام، وسمكه مايدس هي بتعطيك انك تحول لك اسلحتك كلياتها ليجندري، مثل مثلا مايدس وقت كان يلمس شغله يعملها ذهبيه. هي سمكه مايدس تقريبا تحسها اخته الصغيره واخوه الصغير،
تشبهه كتير. كل عليك انك انت بتلاقي هاي السمكة، وطبعا ندرت انك تلاقي هاي السمكة 0.04%، يعني الموضوع كتير كبير لحتى تلاقيها مثل موضوع التمثال الذهبي اللي كان يدمج 200. طبعا هاي السمكة موجودة بالملفات وكل شي تمام، ولكن السمكة لحد هلأ ما تفعل. التغييرات اللي صارت حكيتها بتغييرات الأرينا، سمكة مادس مو موجودة يا شباب، لا تخلوا حدا يهبد أكتر من هيك. هلا بقى ننتقل للموضوع الأخير اللي هو عيد ميلاد فورتنايت. شو صار بعيد ميلاد فورتنايت وليش أول شيء عملوا حفل عيد ميلاد بطور الزومبي بعدين مدري شو، هذا كله رح أحكي لكم إياه هلا بالنسبة لعيد ميلاد فورتنايت. طبعا بالتحديث 14.10 اللي صار آخر واحد معنا، انضاف معنا لون جديد للأسلحة. طبعا هذا اللون المفروض يكون متعلق في فورتنايت، طبعا ظهر أمامكم ليكو أنا عم بحكي. هذا اللون كان مو مكتمل، ولكن أحد الناس اللي عملوا من المسربين، أنا الصراحة ما بعرف أعمل هالشغلة، أخذ اللون وعدل عليه وزبطه وحطه على السلاح وطلع فعلا هو تبع عيد ميلاد أو تبع كيكة. يعني بشكل عام إنه هذا اللي ظهر أمامكم تبع عيد الميلاد أو تبع الكيك هذا مو كامل، يعني هذا اللون مو كامل، الشركة منزلة منه جزء ولحد هلا ما نزلت الجزء الثاني اللي هو بيخليك انك انت تشوف لون السلاح كامل، ولكن هذا الشخص اللي زبطه على السلاح طلع بهذا الشكل، يعني هذا الشكل مو كامل، يعني ممكن يضل هيك كامل الله اعلم، بس هذا الشكل مو كامل بملفات اللعبه. طيب هلا انا نزلوا هذا الشيء بتحديث 14.10 مشان عيد ميلاد فورتنايت والقصص هي. طيب هلا وين عيد ميلاد فورتنايت؟ وعملوا عيد ميلاد فورتنايت المره الفاضيه اللي هو يوم يوليو كان. هاي السنه مختلفه عن كل السنين الماضيه او كل الاعوام الماضيه. هاي السنه يا شباب نحن متعودين انه 25 يوليو يكون في حفل لطور الزومبي وطور البطل رويال مع بعض وعيد ميلاد وكل شيء تمام، بس هاي السنه هن انفصلوا كل شيء عن بعض، يعني فصلوا طور الزومبي وفصلوا طور البارتي رويال او البطل رويال عفوا عنه، يعني صار كل واحد له عيد ميلاد شكل. بهذا العام الظاهر انه تم فصلهم، ومثل ما حكينا هيك لانه عيد ميلاد فورتنايت الثالث المفروض يكون يوم 26 هذا الشهر، يوم 26/9/2020 المفروض يكون عيد ميلاد الباتل رويال، يوم 26/9 عيد ميلاد الباتل رويال، يوم 25 يوليو بيكون عيد ميلاد الطور الزومبي. هيك كنا نعمله لانه هاي السنه فصلوهم عن بعض. يعني هلا ان شاء الله من تسجيل هذا الفيديو بقيان تقريبا 7 ايام، ال7 ايام هذول ان شاء الله رح نشوف فيها عيد ميلاد فورتنايت، واكيد رح يعطونا مهمات. طبعا رح ينزل لهم تحديث، انتم هذا الشيء طبعا حطوه ببالكم انه لما ينزل التحديث اللي هو بعد تحديث 14.10 اللي نزل من اسبوع تقريبا، رح ينزل تحديث جديد يضيف فيه اعياد ميلاد فورتنايت ويضيف فيه مهمات ويضيف فيه شغلات. طبعا هذا كله رح اعرف لكم من ملفات اللعبه اول ما ينزل التحديث، واقول لكم اذا في عيد ميلاد والله مطنشين هاي السنه. طبعا قلت لكم انه اللون غير مكتمل اللي هو مسرب من ملفات اللعبه، وهذا اللون مو كامل يعني. فخلص مثل ما اتفقنا ان شاء الله يوم 26 ان شاء الله بهذا الشهر 26/9 رح يكون عيد ميلاد البطل رويال، و25 يوليو رح يكون عيد ميلاد الطور الزومبي. هيك كنا نعملوا شركة فورتنايت وفصلوا هاد عن هاد. اللون مثل مظهر امامكم بالنسبة للون الاسلحة، ممكن يكون اشارة صغيرة على انه يكون في هدايا، لانه احنا متعودين كل سنة يكون في هدايا، يا اما يكون هدية مثلا كيك، يا اما يكون هدية بيكاكس، يا اما يكون هدية لون. كل سنة بيعملونا شيء، مرة بيعطونا سبراي، بيعطونا تحديات نروح نجمع كيكات، يعني الموضوع حلو كتير بالنسبة لعيد ميلاد فورتنايت. أنا السنتين تبع فورتنايت لحقتها وكلاته تمام وأعياد ميلاد ويعطونا أشياء بالنسبة للهدايا، ولكن هاي السنة بدري ايش حاسهم بدهم يطنشوا، بدهم يعملوا شيء غريب مألوف أو مو مألوف يعني، فما بعرف الموضوع ممكن يكون غريب هاي السنة. إن شاء الله يعني صفيان كم يوم لعيد ميلاد فورتنايت، 7 أيام أو 6 أيام إن شاء الله. فطبعا كل شيء رح احكي عنه رح اعمل بس مباشر، ورح نظبط كل شيء على الفيسبوك وهون وعلى اليوتيوب. صفحتي على الفيسبوك اللي هي نيمو 3 اللي بظهر امامكم البث المباشر، وقناتي على اليوتيوب يا ريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس فيها ليوصلكم كل جديد. شكرا يا شباب على الدعم، كود دعم بالاتم شوب نيمو 9 وبرعايه الله.